العالم السوري أبو العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري، الملقب بأبو العز الجزري، واللي اتولد في سوريا سنة 1136 ميلادية. وده بقى اللي عمل طفرة في الهندسة الميكانيكية باختراعه الآلات سابقة العصرة، وكان الغرض منها خدمة عامة الناس. وهو كان رئيس المهندسين في الدولة الأرتقية. والعلماء بيقولوا بقى أن مؤلفات الجزري دي كانت الشرارة اللي بدأت منها الثورة الصناعية في أوروبا، وده بقى لأنه صاحب فكرة توظيف الترس في حركة الآلات، وهو ده بقى أساس الحركة في كل حاجة من الساعة للطائرات. نروح بقى لسنة 1364 لما أوروبا استخدمت لأول مرة الترس، وده كان في تصميم ساعة فلكية اخترعها عالم اسمه جيوفاني دوندي، وده برضو كان باستخدام الترس بعد قرنين من أبو العز الجزري. لكن أحب أقول لك بقى معلومة غريبة كده، وهي إن أول من اخترع وصنع روبوت على شكل إنسان هو العالم السوري أبو العز الجزري، واللي كان عبارة عن شاب شايل في إيده إبريق مية وفوق راسه طائر، ولما يجي وقت الصلاة يصفر الطائر ده فيتحرك الروبوت علشان يصب المية للي هيتوضى بكمية معينة وقليلة، ترشيد بقى للمية وسنة كمان. فبكده بقى بيكون الاختراع ده هو أول آلة ذاتية الحركة من صنع الإنسان. يقوم الأمريكي بقى جورج ديفول ده يطور فكرة الجزري دي ويصنع تاني روبوت ويسميه أنيميت، واللي اعتبره البشر أول روبوت في التاريخ. لكن زي ما قلت لك إن الجزري سبقه قبلها بالفكرة، لكن كانت بإمكانيات ضعيفة. والراجل ده كمان هو صاحب فكرة تطوير الآلات لنقل المية من الأنهار للمدن في الوقت اللي كانت بتتم بآلات بدائية بسيطة وبتعتمد على قوة دفع الحيوانات. فعمل طفرة واخترع آلات لرفع المية تشتغل بتقنية جديدة كده، فاستغل قوة تدفق المية نفسها في النار علشان يشغل الآلة. والجزري ده بقى جمع أغلب الآلات اللي اخترعها وطورها في كتاب سماء الجامع بين العمل والعلم النافع في صناعة الحيل، واللي كتبه بأسلوب بسيط جدا مع رسومات توضح شرحه بالتفصيل، وهو من أقدم وأهم المخطوطات العربية في الهندسة الميكانيكية، ولذلك تم طباعته من جهات كتيرة ومنها مكتبة أكسفورد وبلغات كتيرة كمان. ولك أن تتخيل أنه تحافظ نسخ من الكتاب ده في متاحف كتيرة في العالم زي متحف اللوفر في فرنسا والباب العالي في اسطنبول. فده بقى واحد من أهم علمائنا. لو أول مرة تشوف الفيديو ما تنساش بقى تذكر ربنا وتعمل لنا لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.